شكرا رئيس محمد. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم آخر الأنباء. الفريق مميش، قناة السويس الجديدة ستدر 100 مليار دولار سنويا. أنا غني، هودي فلوسي كلها فين؟ محمود شعبان يكشف تفاصيل القبض عليه من مدينة الإنتاج الإعلامي. وضحكوا علي يا عين. الإسكان تطرح 2500 شقة والمساحة 43 مترا. ايه الشقة وسعت؟ التحقيق مع معلم بالغربية بتهمة عرض أفلام إباحية للتلاميذ داخل المدرسة. القضاء يعيد حلاوة روح إلى دور السينما. حلاوة. اللواء حمدي بخيت في دول بترش على مصر أسلحة بيولوجية. بأسلحة بيولوجية. كفاية، ما تبسطهاش أكتر من كده. صورة الأسبوع، الأمطار تغرق التجمع الخامس. هنعيش في بورتو كلنا. وإليكم فقرة بسمة أمل. المصري رامي عاشور بطلا للعالم للإسكواش. بسمة أمل. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع، فوتكو بعافية. شارك معنا، ابعت الأخبار اللي حابب تضاف لنشر 90 ثانية من خلال هاشتاج 90 _ ثانية.